مع مقطع نشر في الإنترنت على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عن اعتقال المتظاهر حسن عادل وأربعة آخرين وتعذيبهم في البصرة، والذي شارك أي حسن عادل شارك بتظاهرات البصرة المطالبة بحقوق المدينة وأهلها. وبهذا الفيديو يظهر المتظاهر حسن وهو يروي كيفية تحطيم خيمة اعتصامهم في تظاهرات العام الماضي. هاي خيمتنا المرة الثانية على التوالي، تتفلش الخيمة نرجع للصبح لليوم المرة الثانية على التوالي. أول أمس جاءنا قبال تحت مجسد التربية وردينا، ولا نخاف ولا نميل، هاي احنا موجودين وراح نرجع إلى أن تتحقق مطالبنا. بعد هذا الفيديو نتابع وإياكم صورا نشرها المتظاهر حسن عادل، نشرها على حسابه، تظهر فيها علامات التعذيب على جسمه التي تعرض لها، أي عملية التعذيب أثناء الاعتقال هو ورفاقه المتظاهرون الآخرون الذين اعتقلوا معه.